متواجد حاليا بضيافة سيدة سعودية حولت جزءا من منزلها إلى نافذة ثقافية تطل على الأمس، بل على ثقافة وحياة عدد من الشعوب في عدد كبير من دول العالم. نتحدث هنا طبعا عن قطع أثرية تعود إلى القرن السادس عشر، نتحدث أيضا عن قطع أثرية برتغالية من أقاصي أوروبا، وأخرى أيضا قطع أثرية من تونس في أفريقيا، وأيضا من بلاد آسيوية تكون على إثرها متحف هدى التميمي الذي يعتبر واحدا من المتاحف الأثرية الثقافية الخاصة في محافظة عنيزة. دعوني بداية أرحب بضيفتي الأستاذة هدى التميمي، وهي المالكة لهذا المتحف. حياك الله وصباح الخير. صباح النور والسرور، وحياكم الله جميعا، وسعيدة جدا بوجودكم أول شيء. طيب أستاذة هدى، خليني أسألك بداية، ما هي الفكرة التي قام عليها هذا المتحف، وما هي نوعية القطع الأثرية الموجودة فيه؟ الفكرة بداية أنه كانت في أغراض واجد موجودة عندي، فكنت أجمعها وبس وأخزنها. شوي شوي فكرت أنه ليه ما أخلي مكان يجمع هذه القطع، ويكون هذا المكان متاح للجميع. أي أحد باحث للجمال، باحث عن شيء مختلف، راح يلقاه هنا إلى حد ما يعني. جميل. حدثينا عن نوعية القطع الموجودة هنا، أو بعض أبرز الأمثلة الموجودة. القطع كثيرة وما نقدر نحصرها بشيء أو اثنين، لكن إذا بنتحدث مثلا عن المطبوعات، فعندنا أهم مجلة بالنسبة لي اللي هي مجلة لايف الأمريكية، كانت يتصدرها غلاف الملك عبد العزيز رحمه الله، المجلة عام 43 ميلادي. طبعا يا ليت الشباب بس يعني ياخذون لنا على المجلة. أكيد أكيد. المجلة في غيرها مجلات أخرى، ولكن هذه بالنسبة لي المهمة. أيضا بعض القطع، ساعة تعود للملك سعود، وهي كانت هدية لطيار الملك سعود عام 1383 هجري. أيضا من الأشياء المحببة لنفسي الأبواب، أنا أحب الأبواب جدا، فأحد الموجود عندي باب نجدي من قصر العين اللي كان موجود بالعوشزية قبل. جميل. طيب هل ممكن تعطينا رقم معين لعدد القطع الأثرية الموجودة عندك هنا؟ والله لو بحصيها ما أقدر أقول مثلاً يمكن 1000 أو 2000، لأنه لو نتكلم عن عدد القطع الصغيرة مرة أو الكبيرة مرة، فإلى حد ما حصرت فعلياً، لأن كل مرة قاعدة تزيد ولله الحمد. جميل. وين رايح إن شاء الله متحف هدى التميمي مستقبلاً؟ مستقبلاً أتمنى أن الموضوع ما يكون بس متحف، أنا أعمل أنه يكون مكان ثقافي اجتماعي، مش لمجرد أنه مكان نعرض فيه القطع والناس تجي تشوفها، لا، يكون فيه ندوات، يكون فيه محاضرات، يكون فيه لقاءات ثقافية عن السياحة، عن أدبية، أي كان، المهم أنه يكون مكان اجتماعي بحت يخدم المجتمع. كيف كانت معك أزمة كورونا مدام كان موجود في البيت يعني؟ والله أزمة كورونا يعني حاسة المجتمع كله والعالم كله، الله يفكنا منه يا ربي عاجلا غير عاجل. طبعا ما في زوار، أنا منعت الزوار تماما، حتى من أول يوم صارت في حالة بسعودية منعته تماما، فنسأل الله السلامة، نسأل الله أنه نرجع من جديد إن شاء الله، ونستقبل الجميع بكل حب إن شاء الله يا ربي يا كريم. الله يقويك وشاكر ومقدر.